في الشاحنات. إلياكس فيشينوسكي يحمل آمال فريق ماز ويؤكد قدرته على ذلك. السائق الشاب قدم عرضا قويا محققا المركز الرابع اليوم ويصبح ضمن توب 5. أليس لوبرايس عانى من بعض المشاكل التقنية لكنه أنهى سباقا سعيدا بعدما احتفظ بالمركز الرابع في الترتيب العام. فريق ماز لا يقهر مرة أخرى حتى مع اكتفاء مارتييف بالمركز السابع فقط. أنتون شيبالوف كان بطل المرحلة وكان ممتنا لملاحي ديمتري نيكيتي الذي ساعده في مرحلة صعبة لا وقت للاستمتاع بالمناظر الطبيعية مع محاولات تفادي كل هذه الصخور الحادة. هدف ديمتري سوتنيكوف كان تفادي بقية السائقين. متصدر الترتيب العام كان عليه أن يتجاوز حوالي 30 مركبة. الأمر لم يكن سهلا وسط الغبار وحل ثالثا خلف كاركينوف. إغناسيو كاسالي حل خامسا وبقي ضمن العشرة الأوائل. رغم فقدانه للذراع التوجيه يوم أمس حقق مارتن ماتشيك المطلوب منه، يبقى خامس الترتيب العام. لا يزال فريق كامازا في الصدارة مع فارق 20 دقيقة بين لوبرايس وماتشيك.